أنا أول حاجة عملتها في حياتي مسرحية أستاذ محمد نجم، كانت من سنين طويلة خالص، كنت صغيرة، كان عندي 13 سنة. فتعليمي للتمثيل كان من خلال المسرح، وبعد كده في معهد يعني، بس المسرح كان بالنسبة لي مهم. المسرح بالنسبة لي يعني حالة ان انت بتاخدي اعجابك من الجمهور في وقته، لو ما مثلتيش حلو برضو بتاخدي الحالة دي في وقتها، يعني ما فيش العلاقة بينك وبين الجمهور، ما فيش حاجز، بالعكس انت بتعرفي ادائك في وقتها في التحية. فطبعا المسرح بالنسبة لي حالة حلوة قوي، انا بحب المسرح، بحب تمثيل المسرح. كمان المسرح مدرسة، ان انت بعد ما تشتغلي اي مسرحية تلاقي نفسك خارجة متعلمة حاجات تانية، صوت، رياكشنات، أداء، كل حاجة.